اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. المطبخ بتاعنا النهارده في الايام الاخيره من الشهر الكريم، الشهر الجميل واجمل شهر في السنه، بيعدي بسرعه، ودايما نقول الايام الحلوه ما بنحسش بيها، والقعده الحلوه بتخلص بسرعه، والشهر الحلو والجميل بيعدي بسرعه، ولكن الحرص كل الحرص ان ما كنا زي ما بداناه بالحب وصله الرحم ونعزم بعضينا والكلام الحلو واللقاءات واللمه بتجمعنا والصحبه بتجمعنا، برضه نهايته بنفس القصه، وبعد ما يخلص رمضان نفس التقاليد ونفس القيم ونفس الثقافه بنستمر فيها. انا عايز اعمل النهارده مطبخ بسيط وسهل، فمطلوب مني من خلال السوشيال ميديا لان بتابع الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، حضراتكم برضو من خلال السوشيال ميديا عايزين الكسكسي. كسكسي مشهور جدا في تونس والجزائر والمغرب، بيعملوه باللحم العلوش، اللحم العلوش اللي هو اللحم الضاني، بيعملوه طبعا بالسمك اللي هو بيسموه طبعا سمك الحوت او اي نوع سمك هم حابينه، فانا حبيت النهارده اعمله بلحم ضاني قطعه لطيف وجميله. بنجيب حته لحمه هبره وتفاصيله بقى ضيفي اللي هيوضحها ويقول ايه هي بالظبط. ومعانا حلو النهارده لطيف وجميل من الحلويات المشهوره في الشهر الكريم، ومعانا نوع سلطه برده مشهور جدا في المطبخ التونسي والجزائري والمغربي. مش هقول اسمها طبعا، معايا طبعا ضيفي اللي هيقولها، ولكن عايز اقول حاجه مهمه جدا. دايما كل يوم بقول نصيحه ووصيه، الوصيه دي حضرتك بتعملي بيها وانصحك تعملي بيها. لما نيجي لكحك العيد واحنا نعمله مع بعض ان شاء الله بكره واليوم الاربع بكره ان شاء الله هنعمل مع حضراتكم الغريبه وكحك العيد والبتفور والبسكويت، وهنفتح التليفونات حضراتكم عايزين اي سؤال احنا نجاوب عليه لان هكون لوحدي وربنا معايا. فانصحك ما تكترش الكميه. هتقولي بقى سمنه غاليه، لا مفيش حاجه غاليه، انت اعملي على قد استخدامك. احنا بنعمل كحك العيد ويقعد عندنا كام يوم واثنين وثلاثه، وفي الاخر هي كعكتين ثلاثه وبيخلص الموضوع. عايزه تريحي راسك وتشتريه اهلا وسهلا، وسيبك من الاسعار الغاليه اللي هي طالعه في السما دي خالص. الكحك هو سمنه ودقيق، ما فيهوش اختراع، الحشوه اللي بتغليه. انا شخصيا بحب الكحك الساده، بستطعم السمنه والدقيق فيه، انما ناخده بالعجميه، طب ما انا اجيب عسل ودقيق وتمر ويبقى العجميه، بجيب الحاجات دي كلها. فده مطلوب ان احنا نتكلم عن الكحك، ودي وصيتي نقلل من الحاجات ديت مع ان هي عادات مصريه بتورث ثم تورث للاجيال ثم الاجيال. انا مش عايز اطول على حضراتكم، مش عايز اطول على حضراتكم لان معايا ضيف عايزين حضراتكم نعرفه مين هو. طبعا الضيف مثقف متألق دايما على شاشة القناة الأولى، بيقدم لنا برنامج جميل جدا، حضراتكم هتعرفوا التفاصيل دي كلها بعد الفاصل، أو هتروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا حضراتكم زي كل يوم بعمل المقدمة اللطيفة الجميلة، وفي الآخر عايزين ضيفنا مين النهاردة. وبرنامجنا الحمد لله متميز، عرفنا كل فوارس القناة الأولى اللي بنشوفهم دايما على الشاشة مقدمين نشرة الأخبار صباح الخير يا مصر، عرفنا حاجات كتيرة وحكاوة عنهم ومين شاطر في المطبخ، مين بيحب ياكل. معايا النهاردة ضيف مميز جدا ومتألق وله طموح كبير جدا ومجتهد في عمله وعنده طموح للسماء، فده حلو ان هو الراجل عنده طموح ودايما متألق وعنده اللي دايما جاي حلو، فانا بحب النوعيه اللي زي دي كده. معايا المتألق اللي بيقدم لنا دايما برنامج فوارس الاسلام على شاشه القناه الاولى، نستمتع بفوارس الاسلام والثقافه العلميه المتألقه، الاستاذ الاعلام المتألق رامي محمد. استاذ رامي حبيبي اتفضل. ايه الجمال والحلاوه والشباب، جمالك يا شيف والله جمالك، فارس من فوارس القناه الاولى، وحضرتك فارس حبيب. من فوارس اكله امي. اهلا وسهلا، رائع ومؤسس للاكلات الجميله والرائعه. اشكرك اشكرك على التعبير الجميل حبيبي يا شيف. اتفضل يا استاذ رامي اتفضل، منورني الشباب الحلو ده. قول لي متجوز ولا لسه؟ لا لسه. طب العروسه هتيجي بقى من البوس من البدايه كده، النهارده كده اختبار العروسه. استقبل بقى عندك حبيبي ان شاء الله ان شاء الله، هيعرفوك انك شاطر في المطبخ والحاجات. اعتقد ده من مقومات بقى الجواز بقى، ان هي مش هتخش المطبخ يوم من الاختبارات المهمه. حبيبي حبيبي انت عايز اللي تتجوز تكون شاطره في المطبخ؟ يا ريت والله يا ريت. لا يا ريت بلا طالع من قلبك كده والله يا ريت، لان فعلا حضرتك اكله امي ده من دخلت البيوت من الباب الكبير والواسع والمهم. الله، ده فعلا اكله امي دي حاجه اساسيه في كل بيت
في شيفات بيبقوا مهره كتير جدا على مستوى العالم، لكن الام ليها طابع خاص واكله خاصه، ومهما اكلت في كل حته مفيش زي اكله امي طبعا. فدخلت فعلا البيوت من القلوب قبل المعده، حاجه بتتوثق جوه القلب دي فعلا، جوه الوجدان ده حقيقي. اكله الام دي وجدان الواحد يعني فيها كل حاجه حبيبي حبيبي، وتربينا عليه وبركه بقى، بتلاقي عامله الفرخه قد كده تكفي لك 20 30 واحد. دي حقيقي جات ده فعلا، ما تعرفش هات الفرخه دلوقتي حطها الواحد بس ياخد رقبتها خلصت خلاص بقى. بقى فيها بركه فعلا، فيها بركه حبيبي. طيب بما انك انت بقى بتحب اكل والدتك طبعا، ولسه لنا حديث الموضوع وحديثنا مع بعض مطول، فانت في الاختبار هنا. اختبار مهم. اختبار صعب، انا بعتبره بالنسبه للمذيع معايا هو اختبار صعب، زي موضوع التعبير كده. يديك خمس كلمات، زمان يعني في الثانويه عامه ولا اعدادي يديك خمس كلمات ست كلمات ويقول لك حطهم في جمله مفيده. صحيح. يعني مثلا احط لك 6 اكتوبر انتصار شهر 10، فتبدا انتصرنا في اكتوبر في الانتصار العظيم، وتبدا انت تحط المقدمه وشويه التحابيش بتاعه الموضوع. فنفس الموضوع هنا، في معاك كلمات وفي اطباق وفي مصنف، معانا لحم ضاني ومعانا كسكسي ومعانا خضار منه القرع العسلي. تمام. لان اخواننا بتوع تونس والجزائر والمغرب بيحبوا معاه قرع عسلي. ده هو اصلا الكسكسي ده اصلا يعني تعرف ان هو كسكسي اساسه شمال افريقيا والمغرب العربي وشرق ليبيا. وكمان في كتب التاريخ اتكلمت عنه كتير يعني. في حتى مؤرخ في كتاب شمال تاريخ شمال افريقيا اسمه شارل جولان كان بيتكلم عن الكسكسي يعني اصله من القبائل الامازيغيه والمغربيه يعني اكله لها جذورها، ليها جذور هناك. انت عارف الكسكسي الاسم العلمي بتاعه في الريف المصري والصعيد المصري عنده اسمه ايه؟ المبروم. المبروم مبروم يقول لك مبروم على مبروم مبروم. والله العظيم صحيح. انا كانت امي تعمله الله يرحمها على ايديها كده بالسمنه البلدي والدقيق، وتجيب الفخاره وتعمل عجينه والشوربه. الكسكسي طابع في كل عيله. انا عندي جدتي الله يرحمها برضو كانت كان يوم الكسكسي ده يمكن تجمع عائلي لوحده. ايوه ده اكله خلاص من ايديها مخصوص. بس احنا يمكن شويه الكسكسي اللي هو مسكر اللي هو الحلو ومش الحادق. يعني الشمال افريقيا هم اللي متخصصين في الحادق شويه. وله اسم تاني في الشوام مسمينه المفتول. المفتول مفتول برضه الاثنين واحد صحيح، لانه بيتفتل برضه على اليد كده. عرفنا ايه الاسماء بتاعته، نقول مفتول، نقول مبروم، نقول كسكسي، هو دي وسمنه بلدي. حلو الكلام. طيب طيب نيجي للبقى المكون الطبق الحلو بتاع النهارده. هي حاجه كده لطيفه وجميله بنشوفها في رمضان دايما، منها بيتعمل صواني ومنها بيتعمل قطع سميد ناعم وطحينه وزبادي وبيكنج باودر وشربات. دي اقرب يعني مكونات البسبوسه. الله شوية. يعني ده طب ما شاء الله. لا ما انا الحلويات حاجه اساسيه معايا في رمضان. تحب الحلويات جدا بعد الفطار دايما. الكلام ده بسبوسه بالسمنه والسكر والعسل. الله. ولازم تشرب شربات سخن مخلوط بسمنه بلدي. الله. عشان تطلع مسخسخه. لا كده خلاص دي خلاص دي كده خلاص دي خلاص يعني. عدل الكسكسي اخواننا بقى شمال افريقيا يحبوا السلطات اللي هي ايه، الزعلوك. عارف هو الزعلوك؟ الزعلوك لا حلو ده بتنجان سموه بتنجان سلطه البتنجان. احنا هنعمل سلطه الفليفله الحلوه اللي هو ده، دي انا يعني اساعدك فيها. ده فلفل مشوي كده. سلطه فلفل بيتشوي في الفرن وياخد طحينه وزيت زيتون وتوم، تاكل صوابع كوره. حلو جدا. ايه رايك؟ انا يعني يمكن الاساسيات عندي السلطات والحلو ده اساسي. اساسي يعني انت كده عرفت المنيو بتاعنا ايه. ده خلاص كده تمام يعني. انا موافق جدا. طب عشان نكسب وقت دقيقه شويه، احط عليها زيت زيتون كده وادخلها الفرن. حلو يتشوي. احنا ما نقعد نحكي مع بعض بقى ونعرف شويه ايه اسرار عن حضرتك كده وتفاصيل. يلا بينا. استاذ رامي المذيع المتالق فوارس الاسلام وفارس من فوارس القناه الاولى، بيحب يتعزم ولا يعزم في بدايه الشهر الكريم؟ في بدايه الشهر الكريم يمكن شويه العزومات بتبقى عندنا يعني بتبقى، او يمكن بنعزم، لان انا عندي انا دايما والدتي بتحب اول ايام الشهر يعني تعزم. وكان ده طبع في والدي برضو الله يرحمه وجدتي، كان فكره ان العيله تتجمع بالذات اول يوم ده عند حضراتكم في عندنا البيت. في البيت فده يعني ده اللي بتبقى عزومه، وده بيبقى يوم شبه مقدس كده، ان لازم اليوم الاول ده وهياكلوا من ايد والدتي. فخلاص بقى يعني العيله كلها بتبقى مستنيه بقى اليوم ده، ياكلوا من ايد الحاجه بس اكلت امي بقى اكل طبعا. شفت انت قلت الاسم تلقائي ازاي؟ هو فعلا أيوة. هو ياكل اكل امي فعلا او اكل امي يعني الجمع يعني. حلو ده بمعنى الكلمه. وهي كانت يعني بتبقى متخصصه في حاجات معينه بيبقوا طالبينها قبل ما يجوا يعني. انا ببقى عارف يعني خلاني وعمامي زي ايه كده يا رامي يعني ايه الاكله اللي دايما المحاشي فيه؟ بكل بقى مكتوبها محاشي بكل تفاصيلها. الله الله. يعني المحشي البتنجان بالوانه. لو انت بتتكلم جوعتني. والورق عنب. أيوة. الله الورق عنب بقى بتعمله خطير جدا. وتحط معاه سلطه زبادي برضو مع محشي الورق العنب.
وفي كمان انا بحب جدا من ايديها لما تعمل المحشي، بس محشي بقى اللحوم بتبقى بطاطس ومحشيه لحمه مفرومه. الله لا دي بتبقى زواب. لا بتبقى رائعه زواب. دي رائعه جدا الصغيره دي لما تحشي لحمه مفرومه بتبقى لطيفة وجميلة جدا 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 حبيبي. انا بحبها انا كمان. بتبقى بتبقى العزومات والسمبوسه بتبقى والسمبوسه بتعملها بقى حاجتين بالجبنه وباللحمه المفروم. بتعمل الاثنين بس طيب انا بعمل الكسكسي دلوقتي. كسكسي حطيت اللحمه على النار يا رامي، شوحتها، خدت الصدمه الناريه. عارف الصدمه الناريه يعني ايه؟ يعني بعمل عمليه احتباس للسائل بتاع اللحمه او الجوسي او البيون بالزبط. او الطعم بتاعها علشان ما يبقى جوه حته اللحم تبقى طريه ملبسه كده. وحطيت قرع عسلي وبتنجان اهوت وبصل معانا واخد بال حضرتك، والقرن الفلفل الحلو ده كده، ومعانا بطاطس كمان، وكل ده يستوي مع بعض. هو القرن الفلفل ده برضو بيبقى طبعا مفهوم. ده الحاجه السبايسي فعلا بتبقى مختلفه شويه. فكره ان في بعض الناس بتحب ان الاكل يبقى سبايسي شويه زي شمال افريقيا اغلبهم كده برضو يعني حتى الكسكسي يبقى موجود عندهم بشكل ان هو حادق بشكل كبير. فده فعلا. طيب في مره اتعزمت من العزومات الحلوه اللي بتتعزمها ولقيت الاكل مش على هواك، فيعني ايه جملت بس يعني بقى ايه جواك حابس يعني عايز بقدر الامكان يعني العزومه تخلص علشان اكل، ايه الموقف اللي حصل؟ هو شويه ممكن في العزومات، بس هي فكره ان ممكن يعملوا الاكل اللي هو زي ماما كانت بتتكلم الحاجات اللي هي الصريحه، يعني انا اللحوم ما تدهنيش صريحه ما اخدهاش. طبعا مش هتلاقي الكلام ده طبعا ماما يعني بس والدتك تبقى ممكن غير مباشره شاورما كفتة الحاجات دي ممكن بشكل غير مباشر. لكن الاكلات المباشره بقى اللحوم المباشره دي ممكن اقعد اضطر بعمل ايه اكل سلطات حلو يعني هجامل ما مش هينفع اقول لهم يعني انا مش عاجبني ده او حاجه خلاص يعني ارجع للحاجه الامنه السلطه. بالظبط كده السلطات ممكن لا لو في بطاطس في حاجات كده ممكن الحاجات النباتي بقى اللي تحتي بقى دي ممكن. لكن انا في برنامج من البرامج كان برنامج لغه المساجد فكنا بنلف فيه نحكي قصص المساجد التاريخيه في مصر كلها. لسه بص هقول لك على حاجه، لغه المساجد وفوارس الاسلام ده حديث مطول مع بعض. في اكلات بقى في كل محافظه. احنا بس هنوري للساده المشاهدين مقادير الكسكسي على الشاشه شفناه، تقدري تشكيله الخضار اللي انت حباها مع لحمه او فراخ. اتفضل يا استاذ رامي، قول لي بقى لغه المساجد، يعني ايه لغه المساجد؟ لغه المساجد ده انا كنت بعمل حاجه ان المسجد فيه كل بيتكلم تاريخ، بيتكلم عماره، في فنون العماره موجوده جوه بتحكي قصه، في حضاره، في دين كمان، في رساله دينيه، المساجد التاريخيه بالذات. لكن اللي كان شاغلني فيما يخص المطبخ ان انا كنت بلف محافظات مصر، في كل محافظه مساجد اثريه وتاريخيه موجوده. طبعا. فكل ما اروح لازم كل مسجد له حكايه. ليه حكايه. حلو. ولازم اطلع باكله من المحافظه دي. يعني لازم يعني حتى كرو العمل كله لازم ان احنا بناكل في المحافظه يعني دي. أي. مش بس نتعزم، ان احنا بنشتري كمان اكلات فيها الطابع بتاع المحافظه دي. حلو. يعني اخر مره كنا بنصور مثلا مره في اسكندريه وفي دمياط كان مسجد البحر، كان من المساجد القليله هو مسجد المرسى ابو العباس. حلو. من المساجد الاندلسيه اللي موجوده في مصر. حلو. فيها الطابع والطراز الاندلسي بقى الاسباني. واحنا موجودين هناك ما ينفعش نمشي من غير الاكلات البحريه طبعا والاسماك، ودمياط بقى بشكل خاص الحلويات. الحلويات يا نهار ابيض، والبط الدمياطي بالذات والمشبك والحاجات دي ولازم نروح لازم نروح نشتري. محلات كبيره هناك معروفه فلازم نشتري ولازم ندوق. وبعدين هم هناك بقى يعني عباقره، ممكن تلاقي شارع في 50 محل حلويات بس هم بينافسوا بعض بشكل خطير. حلو. فاخش اشوف بقى الحلويات اللي عندهم، بما اننا بنتكلم عن البسبوسه النهارده كمان فتلاقي الدمايطه شاطرين جدا فيها. هم الدمايطه شاطرين في كل حاجه عباقره، ده علموا العالم الاساس المنزلي والثقافه. مدينه الاساس هناك عظيمه، ثقافه الموبيليا طيب. جدا حبيبي. طيب ايه رايك يا عم رامي طلعنا فاصل فارس من فوارس القناه الاولى، طلعنا فاصل بقى. حلو جدا. أيوة. هنطلع فاصل ونرجع تاني لينا سر الخلطه مع الشيف مغازي، وكمان اسرار حول حكايات الوجبات. النهارده بنتكلم عن الكسكسي وكمان البسبوسه وكمان السلطه المهمه جدا اللي انا متشوق ان انا اشوفها، سلطه الفلفل. خلينا نروح للفاصل ونرجع نشوف سر الخلطه مع الشيف مغازي في اكله امي. شكرا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، معايا ضيفي المتألق المذيع الإعلامي وفارس من فوارس القناة الأولى وبيقدم لنا برنامج جميل جدا فوارس الإسلام، الأستاذ رامي محمد. حبيبي يا شيف ربنا. أستاذ رامي إزيك؟ إزيك يا شيف. من علامات أكلة أم دايما تلاقيها محتفظة بشاشة للكسكسي. بالظبط بالظبط. وقماشة للملوخية.
اه والله دي حقيقي. وشاشه للجبنه القريش، حاجات كده امهاتنا يعني واخد بالك انت اللي هي لونها ابيض وبتبقى كبيره كده، حاجات لطيفه كده. اه ودي معموله لكذا ودي معموله، فانا بحاول اقلد يعني. دي بتاعت الكسكسي اللي انا بحطها في المصفى هنا علشان تعمل عمليه احتباس للبخار. البخار صحيح، يعني الكسكسي لازم يستوي على بخار المرج. المرج اللي هو ايه؟ لحم العلوش والخضار اللي معايا ده. لحم العلوش يعني لحم الضان يعني. احنا هنتكلم بقى ايه عشان الناس حبايبنا اللي بيشوفونا في الجزائر وتونس يعرفوا ان احنا ايه. اه حلو الكلام. اه نخليها كده ونخليها اهو. حلو الكلام. حلو الكلام. تقدر تساعدني في ايه بقى؟ ممكن حلو جدا. انا عايز اساعد. انت عايز تقعد؟ لا 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 اساعد طبعا. انا خليك تعمل بسبوسه النهارده. بسبوسه؟ يا نهار ابيض، انا كنت عايز اعمل شوكولاته دلوقتي. ماما بص هتقول لك ايه. بس انا هنا معجب بالالوان حبيبي، لان انا بشوف ان مثلا من كل ما بتابع البرنامج اكلة امي بشوف اكتر حاجه فيه بتعجبني فكره الالوان وطريقه عرض حضرتك البرزنتيشن بتبقى مختلفه جدا للاكلات. البرزنتيشن مهم. وانا كمان يعني بحس ان عيني بتاكل قبل بقي وقبل معدتي، فبستطعم الاكل بعيني حبيبي. انا بشوف الوان مختلفه وسلطات وحاجات ببقى مبسوط اكتر، فببقى مقبل على وكمان مستمتع بالاكل. حبيبي يا رام بص انا طبعا ما عملتش البسبوسه قبل كده، فانا مش هقول لك اعملها بختبرك ولا حاجه، انا عايزك تساعدني بس واحببك في المطبخ بما انك انت داخل. انا بدات احب المطبخ. تبقى ان شاء الله تتجوز، فالمدام او العروسه اللي هتشوفك دلوقتي تضمن ان انت هتساعدها في يوم من الايام. حلو جدا. ايوه المضرب اهوت على كل حاجه ماشي. هتخلط لي المقادير اللي هقول لك عليها. يلا بينا. وعايز اشوف مسكتك للمضرب الحلو ده كده. يلا بينا. اتفضل. طيب ماشي. واحنا بقى بنعمل البسبوسه مع بعض. اوكي تمام. سؤال دايما بساله لكل مشاهدينا. رمضان في مصر حاجة تانية. حاجة تانية فعلا. اه والسر في التفاصيل. اه طبعا تفاصيل كتيرة بقى، الابتهالات والتواشيح والاحتفالات في الشارع في الحارة بالليل. بالنسبة لأستاذ رمضان، الأستاذ رامي بقى قول لي رمضان بالنسبة لك ايه؟ أنا رمضان بالنسبة لي بقى في مصر بيبقى في الطابع المصري بتاعنا احنا. حلو. أنا بقوله فعلا مختلفة عن أي مكان تاني، ويمكن كمان عشان أنا بحب جدا للتاريخ والجوانب دي، فبشوف إن من الحاجات اللي بتميز مصر عن أي دولة أخرى زينة رمضان ده في البداية. حتى طبعا. وأنا في لو عندي كام سنة بشارك في الزينة بتاعت رمضان دي من قبل رمضان بتيجي، دي بتدخل البهجة علينا وعلى البيت وعلى الأسرة. بتتورث يا أستاذ رامي الأجيال والأولاد. فلوس رمضان في البيت ده أساسي. المطبخ طبعا لا غنى عنه، ان انا في الام دور كبير في الموضوع ده جدا. تعلم بنتها وابنها رمضان كريم، يعني فانوس، يعني زينه، الحاجات دي كلها فعلا. اه وكمان يعني في طقوس بقى طبعا بتاعتنا احنا شويه، ان قراءه القران طبعا ده شيء اساسي قبل المغرب. آه. التراويح طبعا ده من اجمل الحاجات اللي انا بستمتع بيها في رمضان. حلو. اللي هي صلاه التراويح. آه. وكمان بقى الانشاد والحاله الرمضانيه دي بتبقى في مصر بتبقى مختلفه عن اي دوله تانية فعلا بمعنى الكلمه. طبعا. وانا ببقى عايش حاله يعني روحانيه كده جميله، البيت كله بنبقى في حاله مختلفه شويه، مع كمان ان ماما كمان بتبقى على مدار اليوم الاكلات ما بتتوقفش. آه. يعني احنا مش بس كمان الفطار، بعد الفطار كمان الحلو بتاع ماما، سواء بقى البسبوسه او كمان بقى بتعمل لنا عصاير مختلفه. يعني لو رحنا بقى كمان في قمر الدين. آه. ده استاذه في قمر الدين ماما جدا. آه أيوة. فانا اروح لقمر الدين اروح بقى بتشرب بتحط لك عليه السكر ولا من غير سكر؟ اه والزبيب بقى وجوز الهند والحاجات دي. حبيبي. فلا لا ده حاله تانية خالص. آه. سحر تاني خالص. آه. قمر الدين بحس ان هو يعني رمضان خلاص رمضان جه. انت لو قعدت تتكلم عن اكل الوالده من هنا للسنين اللي جايه مش هيخلص حلاوه. مش هيخلص فعلا. ما تيجي بقى نقلب كل مقادير البسبوسه مع بعض. يلا اول حاجه هتبدا بيها الزبادي. الاول حط الزبادي. اوكي واضربه بالمضرب. انا هساعدك. ماشي ماشي مفيش مشكله. الزبادي مع المضرب. حلو جدا تمام. يلا نضربه الاول. هعلمك بجد والله، هتبقى احلى بسبوسه. يلا بينا. طب زبادي مع المضرب. حلو الكلام. يلا بينا. ادي طيب. الزبادي. تسلم ايدك. ونحط شويه السمنه البلدي دول. حلو. بالمعلقه دي. اوكي على الزبادي. يلا. هي بسبوسه يعني سمنه. اه والمقادير يعني على الشاشه. لازم السمنه البلدي. شوفوا ازاي الاستاذ رامي محمد. ايوه المذيع المتالق فوارس الاسلام فارس على شاشه القناه الاولى بيعمل لنا ازاي بسبوسه بالسمنه والسكر والعسل. قول لي يا رامي البسبوسه بتشرب شربات بارد ولا شربات سخن؟ هو انا الدائم واللي بشوفه طبعا قدامي. اه ان هو بيبقى الشربات سخن.
شربات سخن، لان انا دايما بنبقى حتى ان انا ماما بتعمل مكونات الشربات نفسه حل. يعني مش بنجيبه جاهز. مظبوط طبعا. فبيبقى سخن، بيبقى دايما دي جوز الهند. جوز الهند حلو. احنا كده حطينا زبادي. ايوه سمع ماما. أيوة بقى سمع الولد كده. ايه ماما كمان عشان تبقى أيوة. شايفاني وتبقى ايه هتراجعنا لو حلو جدا. أيوة. احنا كده حطينا الزبادي والسمنه البلدي حلو، وكمان حطينا جوز البلدي نوعيه كويسه. سمنه بلدي وحطينا كمان جوز الهند حلو. ودلوقتي احنا بنقلب. ف دي يمكن مكونات اساسيه ورئيسيه لاي بسبوسه حلوه في مصر. وحط كمان شويه سكر. سكر يا ريت. وتسيب الزبادي يتخمر كده حلو مع المكونات دي. شويه سكر اهمت. تمام. قلبهم جامد. يلا بينا حبيبي. يلا مع شويه شربطه، الشربات بتاع البسبوسه. حلو جدا. ما عرفش بس، انت ما اكدتليش برضو المعلومه هنا بقى كده، هو سخن ولا بارد؟ الايه؟ الشربات. لا انت قلت جاوبت صح. صح كده؟ لازم البسبوسه تشرب شربات سخن. شفت بقى؟ لا عندي بقى، عندي خلفيه برضو. لا خلفيه وخلفيه ممتازه. يعني مؤهله انك انت تساعد في المطبخ. لا خلي بالك انا ممكن بقى طبختين ثلاثه كده، وكمان مع الجمهور بتاع حضرتك بقى شيف. واعمل بقى اخش في اكله امي. لا تشرفنا. يبقى عندي مطبخ الفوارس. فوارس المطبخ. فوارس المطبخ. حبيبي يا رب. انت لو ما كنتش بقيت تبقى مذيع شاطر ومتالق، كنت تتمنى تبقى ايه؟ يعني انا كنت يمكن بحب التاريخ. تاريخ جدا. فممكن ابقى اللي هو مدرس تاريخ. حلو. او راوي للتاريخ. احب جدا اللغه العربيه. احب جدا اقرا في الاشعار والحاجات دي يعني. احب كمان يعني انا في فكره عارف المرشد السياحي. حلو. انا احب جدا برضو الوظيفه دي جدا، ان انا اشرح الاثار المصريه، احكي عن قصص تاريخ مصر وبالذات الحاجات المرتبطه بالهويه. بمناسبه مرشد سياحي والسياحه، ما لقيتش كده وانت بتدرس وانت بتتفحص في لغه السياحه والاثار، الاكل المصري بتاعنا ايه الموروثات بتاعته؟ ده من الحاجات المهمه. ايه الاكلات المصريه؟ يعني انا ايه الموروثات بتاعته؟ اقلب ولا خلاص كده خليها؟ لا اقلب لسه. احنا زي الفل زي الفل. من الموروثات واحنا بنتكلم عنها بصراحه. انا عايزك انا عايزك تعملها بايدك من التفاصيل كلها. اوكي يلا. حط شويه السبيت دول على طول. ماشي. كاملين كاملين واحده واحده. كاملين كده صح؟ لا حط نصهم وقلب. اوكي ماشي حلو. رجعت عايزه نحط واحد. حلو جدا. يلا حلو جدا. هجهز لك الصينيه. حلو جدا. اتفضل. فمن ضمن الحاجات اللي انا ببقى يعني مبسوط بيها وببقى دايما بعتز بيها جدا، ان احنا عندنا مدرسه في المطبخ. حلو. لينا رياده في بعض الاكلات المصريه، يعني احنا لما بنتكلم عن المطبخ الايطالي من شويه والمطبخ الغربي وغيره. ان احنا عندنا في مصر مطبخ مصري واكلات بنتميز بيها احنا، يعني احنا كنا بنتكلم من شويه عن المحاشي مثلا. حلو. الكشري. حلو. نتكلم مثلا عن الملوخيه. حلو. ففي اكلات مصريه كده خلاص في اي مكان هتبقى موجود فيه، لا يقول لك اكل مصري يعني محشي، يعني كشري. حلو. يعني فهي خلاص احنا لينا أكل مدرسه. اكل مصري يعني فول بالتقلية. يعني فول. حلو. فول طبعا، فول المدمس واللي بالتقليه والفول الحار والحاجات دي. لا طبعا يعني بصاره. جدا يعني مسقعد بتنجان. جدا يعني طعميه. دي اكلات يمكن مصر بتشتهر بيها كمان. يعني ملوخيه بالارانب. وعلى فكره بالنسبه للسياحه كمان، اغلب السياح اللي بيجوا مصر بيبقى جزء من البرنامج السياحي بتاعهم ان هم ياكلوا اكله مصريه. فتبقى الاكلات دي على راس البرنامج السياحي وراس الاكلات اللي بياكلوها. حلو. شفت انا الكسكسي اتعملت معاه ازاي؟ دي الطريقه السريعه. اوكي. حطيت سمنه وحطيت شويه ميه. حلو جدا. ممكن شويه شوربه. هتحتاج تاني مني. هنحط دول كمان. حط دول. ايوه. اوكي. قلبهم كلهم. لو حلو. احنا احتاجنا نحط شويه حليب. مفيش مشكله. قلبها جامد. حلو جدا. حلو. أيوة. ده الكسكسي خلاص اتحضر واتجهز اهو. في حاجات قريبه من البسبوسه شويه. انا يعني ببقى ناسي اسمها. في اكلات او في يعني حلويات بتبقى قريبه بنسى اسمها كتير، مع ان على فكره مكوناتها قريبه جدا من البسبوسه. بيقال عنها يعني انا دلوقتي تذكرت اسمها شويه. الاورنيك. البوريك. الاورنيك. الاورنيك. البوريك. البوريك. بوريك ولا اورنيك انا ناسي اسمه شويه. بس اعتقد ان هو قريب شويه من من البسبوسه. من البسبوسه. شفت في حاجات كتيره جدا بتبقى قريبه من البسبوسه شويه برضو، بتبقى نفس الهريسه. تقصد الهريسه ولا النموره؟ دي حاجات كده برضو يعني ايه من المدارس. الكسكسي ده خد اهوت الشوربه. تمام. خد السمنه البلدي اهو واغطيه كده. بس انا عايز بركز معاه شويه. حتى كنت بصور دايما برنامج فوارس الاسلام، فكنت بصوره في الحاكم. فكل ما اروح مسجد الحاكم افتكر الحاكم بامر الله، وافتكر موضوع الملوخيه وان هو فكره اتمنعت الملوخيه في مصر فتره، فاقعد افتكر كده القصص التاريخيه بتاعت الاكلات. القصه دي بقى احكيها لنا. ان فكره ان في وقت من الاوقات اتمنعت في مصر الملوخيه بامر من الحاكم بامر الله.
حدوته ولا حكايه ولا واقع؟ لا هو يعني هي في كتب كتير جدا اتكلمت عنها كحقيقه حلو. وكمان يعني ارجعوا ليها اسباب مختلفه حلو. منها يعني اسباب ان طبعا حب بعض الاماكن للملوخيه، فهو اراد ان لا الملوخيه دي تبقاش موجوده. وحتى الناس وصلوا في مصر لوقت من الاوقات كانوا بيزرعوها سرا، يعني عارف حاجه كانها سر، حاجه من الممنوعات ده الملوخيه يزرعوها سرا ويبيعوها سرا لبعض حلو. فتلاقي ان الملوخيه اتمنعت، فوصلت لمرحله بقت حاجه صعبه جدا، لا يعني الناس عايزه تاكل ملوخيه وبتدور عليها حل. فانا افتكر الحاكم بامر الله في حاجه زي كده، فاقول مع ان سبحان الله من الحاجات المشهوره عن مصر الملوخيه لانها طبعا انت عارف ان هي كانت دواء وقيمتها الغذائيه عاليه جدا، وعلاج للقولون، امساك بالظبط، الاطفال يحبوها جدا، بيتفتموا عليها يعني بيعملوا اللي هو العيش اللي هو ودن القطه كده صح ولا؟ ايوه مظبوط بالظبط كده أيوة. قاعد يقولوا بقى ودن الارنب ودن القطه والحاجات أيوة دي ايوه مظبوط عادي. قول اللي انت عايزه كله حبيبي. شفت الطحينه دي مع البسبوسه اللي انت بتعملها؟ انا ممكن كرمله الطحينه مع مكونات البسبوسه بتدينا معادله، بس هو انا طعويه احنا فكره ان دي طحينه نحطها في الاول قبل ما نحط عليها البسبوسه، ليه بقى الهدف منها؟ ما احنا بنحطها في الارضيه بتاعت الصينيه كده بدل السمنه البلدي عشان تكرمل لما تخش النار. لما تخش النار هتاخد تصطدم بالنار، شفت الكيمياء اللي هتحصل هنا؟ طحينه يعني زيت سمسم بالظبط صح. هي معموله منه، حطيناها بدل السمنه، هنحط مكون الطحينه في سمنه وفي سميد وفي زبادي وفي جوز الهند وفي فانيليا وهكذا. كل ده بيتطبخ مع بعضه هنا. مين اللي بيألف التأليفه في الاخر ويخليها حلوه ويترجم الحدوته دي؟ الشربات اللي هيتحط سخن عليها بالسمنه البلدي. هيعمل مزيج لكل ده. ويعملها الوش بتاعها. بالظبط. شفت بقى الحدوته والحكايه؟ هو ده طبعا. طيب. حط لنا بدول هنا. انت قلبتها تمام زي الفل. تمام زي الفل كده؟ تسلم ايدك. حلو جدا. أهو. خلاص انا بقيت شيف خلاص. عينيه. مساعد الشيف طبعا. نعم يا غالي. لا بقول انا بقيت مساعد الشيف بقى خلاص. حبيبي لا يشرفني. حبيبي شيف. سنة. حلو حلو حلو. يلا. تمام. عبلنا دول. اوكي. اضرب فيهم ضربه كده ايوه بالسبتولة دي كده. بالظبط. شيلهم كلهم حطهم مره واحده. بالظبط مره واحده. أيوة. وبعدين نسويها. يلا بينا يلا بينا. حبيبي. تسلم ايدك. ايوه. بالظبط. لا والله البسبوسه جميله وسهله، مطبخ سهل. طبعا لا مش اسهل، بتقعد تقرا في التاريخ وتقعد تحفظ بالله عليك. هي كل واحد هو اللي بيقرا يقول لك المطبخ سهل واللي بيرفض يقول لك ده سهل. دلوقتي المطبخ سهل وفي ايدي اهو الموضوع. لا سيب لي التركيه دي بقى كده، شوف هعمل ايه ده بقى. طب حلو. شد دي ايوه. بس هو يمكن المطبخ سهل عشان مع يعني المايسترو. انا دايما بقول ان وجود حضرتك كده في وسط الاكلات وفي وسط المكونات، مايسترو بيعزف والله كل واحد بيحب شغله، هو مايسترو، هو مبدع، هو فيلسوف في عمله، انت حب شغلك فعلا. هو أنا يحبك. انا بقى ده يمكن برضه في برضه عشان ما نظلمش بعض الهوايات والمهن الاخرى، مخرج حب شغله هيبدع، هيبدع صح فعلا. مصور حب شغله هيبدع وهكذا. مهندس هيهندس بالظبط. دكتور هيعالج. شفت البسبوسه الحلوه دي كده؟ الله الله. لا جميل رائع. ايه رايك؟ تسلم ايدك. حاضر يا فندم. هنعمل ايه بقى؟ تركيه صغيره كده قبل ما تخش النار. يلا وربنا يكفينا شر النار. سمعني امين. اللهم يا امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. شفت اهي البسبوسه؟ درجه حراره الفرن عندي 180. بص على الحلاوه اللي في الفرن. الله ده كده بقى ده الفلفل التراسيه، مع انك قايل لك فكرني يا رامي الفلفل. احنا كده هنعمل بيه سلطه. ده الفلفل المشوي جواته ان احنا نطلعه بالفرن عشان لينا شغل فيه. لا والريحه كمان عظيمه. زعتر، فلفل اشوي، فلفل ملون، ثوم، بصل. هي الالوان بقى اللي بتكلم عنها. دي هناخد البسبوسه بتاعتي كده زي الفل. حلو جدا. نقول لها باي باي. ومن داخل الفرن ومعايا المذيع المتالق اللي له طموح كبير ودايما بيقول اللي جاي افضل واللي جاي، واحنا كلنا بنقول بصراحه، بس هو عنده تفاؤل وعنده امل كبير في اللي جاي حلو، وده حاجه حلوه جواه طاقه ايجابيه، ونحافظ على الشباب اللي زي ده. حبيبي يا شيخ. المذيع المتالق بيقدم لنا برنامج فوارس الاسلام على شاشه القناه الاولى، الاستاذ الاعلامي رامي محمد. ازيك يا رامي؟ حبيبي يا شيخ. شكرا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطبق فول
ومعايا طبعا الاعلام المتالق دايما على شاشه القناه الاولى ومن محبي الفول، عشان كده بقول معايا طبق فول الاستاذ رامي محمد. حبيبي يا شيف ربنا يخليك. والفول فعلا قلت لي انت في الفاصل شعر عن الفول ده. لا الفول عظيم وبعدين شيء اساسي في كل موائد مصر في السحور. السحور يعني الفطار والله بلاقي طبق الفول. وفي احيانا اللي هو الفول بقوطه والفول بخضار انا ساعات فول. انا بس اتسحرت فطرت فول فول مع زيت زيتون كده وطبق سلطه خضراء. ايه المشكله؟ انا عندي بقى هنا بقى اكله، احنا قلنا اكله امي لا اكله ابي بقى الله يرحمه صراحه. كان الفول ده حلو مقدس عنده. حلو دي جامده. اكله ابي كان مقدس جدا عنده. البرنامج اللي جاي يا اخوانا اكله ابي. ايوه عشان ابي ما يزعلش. لا عجبني عشان الامهات بقى برضه. لا والله عجبني فاللي كان يعني الفول بصراحه عنده مقدس يعني الفطار لماما السحور بابا كان بابا اللي كان لازم بقى الفول والفول بقى طبعا مدمس الفول بقى كمان بالقوطه او بالخضار كان بيستمتع بقى وهو بصراحه انا بيخش المطبخ بقى هو حلو بيخش المطبخ وبيطلع بالسحور العظيم الفول ودايما بيبقى جنبيه بقى طبعا ويعمل فيه البيض حته جبنه قريش وبتاع جبنه قريش والبيض حلو. وطبعا الزبادي شيء اساسي في السلطات بتبقى موجودة مختلفه. طب تعالوا نشوف اكله ابي. اكله ابي خلاص طبعا الفول مقاديره طبعا الفول اكله ابي فول متدمس معلقتين صلصه طماطم فص ثوم زيت زيتون شويه عصير ليمون المقادير على الشاشه. مقادير في اي بيت في اي مكان هي ولكن الطريقه نفسها ابي لما يخش المطبخ يعمل شويه يعمل بقى فول يبدع فعلا والله لا لا خلاص لا انا بص انسجمت بالاسم. كل رجل بيخش المطبخ بيطلع الشيف اللي جواه بالظبط ورمضان بالظبط بتيجي الفرصه في ان كلنا نطلع الشيف اللي جوانا من دكتور لمهندس لباشا للدنيا هو حتى لو مش بيعرف يخش المطبخ وهو على الاكل يقول لك الاكل ده كان ناقص شويه ملح كذا ده كذا. ما هو ده برضه شيف انك تكون ذواق شيف متذوق فمطلع الشيف بطريقته. يعني انا بقول ان اكله امي الجمال اللي فيه ان بيجمع بين الاثنين يعني حلو. الشيف مغازي طبعا المايسترو بتاع الوجبات والمكونات اللي موجوده وكمان الجزء الثاني في البرنامج هو الام بقى طبعًا. دخلت البيت عن طريق الام فدخلت قلوب الناس كلها فده مهما احنا نجتهد ومهما نعمل مش هنوصل لطعم الامهات. الريحه بتاعه الفول عظيمه عظيمه شفت بقى التركيه حاجه روعه. دي طماطم طبعا هو الفول ده بس هعمل لك تركيه دلوقتي لما بنقول حقوق الطبع لدينا وبس مش على بال اي حد بيشوفنا بالظبط بجد اللي هيحصل دلوقتي يا اخوانا مش على بال اي حد من اللي بيتابعنا وبيشوفنا. انا دايما بقول سر الخلطه مع الشيف مغازي مش افتكاسه والله العظيم هي روحانيات وبركه بركه صح ودعوه الوالدين. شوفوا اللي بيحصل ده شوفوا اللي بيحصل ده شوفوا اللي بيحصل ده شوفوا اللي بيحصل ده بالله عليك شفت انت الله الكلام الله ده قبل كده الله شفت الله الشقاوه دي بص ده خدت بقى أنا دي حكايه دي موضوع طالع من الفلفل ده باشا موسوعه ده كده بقى دي سر ده حاجه مع زيت الزيتون مع الفلفل والفليفر بتاعه الله. هو ده هو الله. ده اهو هات انت بقى كده اعمل شوت الفول بالطعم ده ما كانش وده مش في المخطط على فكره دي طلع لوحدها كده والزيت صحي جدا والزيت صحي جدا. طيب الكسكسي نغرفه مع بعض يلا بينا ايه رايك عشان لنا بقى ايه طلب منك كده خدت بالك الله الله على الحلاوه الله ما الروايح كلها طالعه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شاشه يا الله انا اول ما كنت اشوف الحاجه رحمه الله عليها تجيب الشاشه ديت اعرف على طول انها تعمل كسكسي. انا بقى عندي جدتي كانت كده هي كانت شاشه بيضه كده ايوه واول ما تطلع وبس كده خلاص احنا هناكل هي بس دي مش بيضه بقى انا واخد بالك انا جايب فوطه كده حلوه بس هما كان هل ده في اختلاف ولا عادي اي فوطه؟ لا هي لازم تكون بيضه فعلا يعني انا جدتي كانت لازم تبقى بيضه وبتاعه الملوخيه برضو تلاقيها بيضه كده حاجه حلوه. شفت شفت الكسكسي حلوين ازاي؟ الله 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 سمنه بلدي ريحته طالعه ريحه السمنه ايوه هنحطه هنا كده. شايف الصوت الحلو ده الصوت اللي جوع ده صوت الايه الكسكسي على النار نشيل المصفه دي مش عايزها بقى الله 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 مخرجنا الجميل الله 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 لو بتحبني جيب لي التفاصيل اللي جوه الحله الله اوبا اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام بص على الحلاوه والشقاوه اهو التفاصيل لحم برتقان بتنجان كوسه قرع عسلي يا ويلي جزر لو ما عندكيش قرع عسل حطي طبعا مش عايزين نحط الخضار كله على الكسكسي واحنا هنا كمان البرتقال غير طبق جانبي دبس البرتقال ممكن يبقى غني عنه يعني ممكن يبقى مكانه إيه او البرتقال نفسه دبس البرتقال دبس البرتقال حلوه دي لا يعني هو البرتقال بيبان
شخصيته في الكسكسي. بيغنيك انك تحط زعفران. الله. شفت اللون الحلو ده كده؟ اللحم مستوي ازاي؟ الله. لحم العلوش. هي الروايح طالعه عامله كل ما تحط البغرفه تطلع بركه. 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 اهي شفت اللحمه؟ شفت البتنجان؟ الله. شفت القرع العسلي؟ الله. شفت البرتقال؟ الله. هي الالوان بقى دلوقتي اكتملت قدامي كده. الله الله عليك. هو ده هو ده. الف هنا وشفا للي ياكل. تسلم ايديك يا شيف. عنوان الكسكسي شويه ايه بقى؟ كزبره خضراء او كرفس. كده. وهنا كده برضو. ممكن بقى لو هعمل الكسكسي الحلو يبقى من غير بقى اللحوم ومن غير طبعا الشوربه. الكسكسي الحلو يا حبيب قلبي رامي ده سمنه وشويه حليب مغليين بتقلبهم عليه مع سكر. وسكر. تحط قرفه بقى عايز. بالظبط. زي ما تحب. نطلع اللحمه كده عشان يبان كرمنا لضيوفنا. الله الله. دي عكسي انا شويه اللحمه. دي دي لحمه صريحه بقى اهي. دي لحمه. انت ما بتحبهاش انت. الحاجه قالت انك بتحب اللحمه. لا بس حلو يعني الالوان بقى والشكل حلو. في كتير يحبوا اللحم المفروم اكتر من اللحم الهبر. نعمل مع بعض دلوقتي السلطه السريعه دي كده. مكوناتها استاذ رحاب. مكونات بتاعتنا فلفل مشوي سبته على جنب لغايه لما يبرد. خدت التركايه اللي هو البيون اللي نزل منه حطيته على الفول. هاخد انا الفلفل ده اكتر كله. من بص بص ده كله هنا اهو. في قلب الخلاط. السلطه دي لطيفه قوي. فلفل المشوي مع البصل مع الثوم. فصوص ثوم سليمه. فلفل يتقطع. بصل يتقطع. كل ده مع بعضه. حلو قوي. اللهم صل على النبي. بنعمل ايه يا عم رامي؟ بناخد شويه نعناع اخضر برضو عشان يعمل العب. طحينه. الله الله. طحينه. شفت الحلاوه والشقاوه؟ طبعا المقبلات ده يغنيك انك تشتري ترش. خلاص شكرا. ده طحينه. انا ده يغنيني عن اي حاجه. خد التركيه اللي جايه. شويه زيت زيتون. الله. اللهم صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. عصير ليمون. وقول اشتغل يا خلاط. اشتغل يا خلاط. والمقادير على الشاشه. سلطه سريعه ولكن السلطه دي طبعا مشهوره جدا في المطبخ وفيها كل المكونات. ايوه. تونسي جزائري المغربي. ده عصير ليمون اهو. مش هنحط ملح. ليه يا عم رامي؟ لان احنا حاطين ملح في البدايه. والفلفل اصلا موجود فيه. برضو. ونقلب دول كده مع بعض. يلا مع السلامة. خلص الكلام. الله. بس خلاص هي ضربة واحدة. ناخد كل ده مع بعضه ونحطه هنا كده. شايف الشقاوة؟ شايف الشقاوة؟ شايف الروعة. كل معلقة من دول. هي اللي يعرف الطعم ده والدتك دلوقتي. بالظبط. لأن هي شاطرة في المطبخ وأنا عرفت من تفاصيلها إن هي بتحب المطبخ قوي. ربنا يخليها لك يا رب. جدا. هي بتاخد هي الصراحة يعني يمكن الفرق شوية إن هي بتاخد وقت. بس بتعمل حاجة قوية جدا. وحاجة اللي بنستناها كلنا. حلو. أحلى أكل فعلا من إيد والدتي. لكن ربنا يخليها لك. أنا عرفت إن ممكن تعمل أحلى أكلات. في وقت قليل. وكمان بمكونات جميلة وبسيطة كده. صلى على النبي عمرو. عليه الصلاة والسلام. كل اللي بيجي جم عندنا هنا من الإخوة الزملاء نجوم شاشة القناة الأولى اللي بنشوفهم متألقين على شاشة القناة الأولى والفضاء المصرية. بنختم ختام المعتاد بتاعنا من مزبيرو والإبداع والرؤية. كل واحد بيختم بطريقته. اما مع فارس من فوارس الاسلام. ربنا يخليك يا شيخ. وفارس القناه الاولى والشاب المتالق دايما. عايزين ختام حلو كده في نهايه الشهر الكريم وختامها مع فارس من فوارس القناه الاولى. ربنا يخليك يا شيخ. وانا اللي مبسوط ان نختم رمضان واحنا معاك وفي ضيافتك حبيبي وفي برنامج رائع. لا انا بشوف البرنامج جميل جدا. بهنيك داخل كل بيوت المصريين. خلينا ايه رايك نختم بدعاء؟ ياس. يبقى أي أحلى ختام لشهر رمضان. أي حاجة منك حلوة يا عم رب. حبيبي يا شيف. إحنا ممكن نقول مع بعض. تفضل. اللهم اهدنا في من هديت. آمين. وعافنا في من عافيت. آمين. وتولنا في من توليت. آمين. وبارك لنا فيما أعطيت. آمين. اللهم إنا نستودعك يا رمضان.
آمين. ألا تجعله آخر عهدنا وعده علينا أيام وسنوات معدودة يا رب العالمين. آمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا معتقين من النار. آمين. مغفورين مرحومين يا رب العالمين. آمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وأنت راض عنا. آمين. اللهم بلغنا رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. آمين. واجعل أيام العيد فرحة وبركة وسعد على كل الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع يا رب العالمين. كل عام آمين. وحضراتكم بألف خير. سنة يا رب سعيدة على حضراتكم. عيد سعيد ورمضان كريم. آمين. من أجمل شيف وأروع مطبخ وأكلة أمي. كل سنة وحضراتكم بخير. كل سنة وحضراتكم بخير يا شيف. شكرا.